اليوم رح نحكي بمساحتنا الطبية عن اضطراب الدهون في الدم بوجود نسب يعني صحية لنوع واحد أو أكثر من هاي الدهون، ورح نذكر منها الكوليسترول والشحوم الثلاثية. طبعا الكوليسترول دائما بيسبب عوامل خطورة للعديد من الأشخاص بمراحل عمرية مختلفة، يمكن في دهون ضارة وفي دهون مفيدة. يا رشا، أكيد اليوم ضمن مساحتنا الصباحية وضيفنا اللي هو صار أكيد من أهل الدار، رح نحكي أكثر عن الكوليسترول، شو هو الضار، شو هو الجيد بالجسم، شو أثاره وقت اللي بيكون في ارتفاع له بقيمته بالدم، شو ممكن يأثر على أجسامنا على صحتنا، وأكيد عوامل الخطورة وقائيا علاجيا. أسئلة كثير حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور إبراهيم حسن، أخصائي بالأمراض الداخلية والقلبية. سعد صباحك حكيم. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نحكي شو يعني اضطراب الدهون في الدم. خلينا نميز بين نوعين مهمين، هو الموضوع واسع وكبير ومتشعب. خلينا نميز بين الشحوم الثلاثية والدهون وبين الكوليسترول. هلأ الشحوم الثلاثية هي يعني مواد دهنية إذا ارتفعت في الدم لأرقام معينة بتساوي لنا تأهب للتصلب الشرايني، وكمان الكوليسترول نفس الشيء، هو ارتفاع الشحوم الثلاثية رح يؤدي لنا أكثر شيء لارتفاع نوع معين من الكوليسترول اللي هو الكوليسترول يلي ذرته صغيرة، أو اللي هو الكوليسترول يلي يعني بيساوي لنا أو بيندخل فيه بطانة الشرايين وبيساوي لنا لتصلب بالشرايين وتكلس وتضيق فيها. إذا رح نقول الكوليسترول في منه نوعين، النوع الأولاني يلي هو ال LDL كوليسترول أو الكوليسترول يلي ذرته صغيرة، والنوع الثاني يلي هو ال HDL كوليسترول، وهو هذا الكوليسترول المفيد يلي نحن عادة نسعى لزيادة ارتفاعه في الدم، لأنه هو هذا بيجرف كل شيء فضلات وبيحاول يخزنها بالكبد لحتى ما يساوي لنا تصلب شرايين. فإذا رح نميز بين نوعين، الشحوم الثلاثية والدهون، ويهل هدول في منهم نوعين، في منهم الشحوم أو الدهون المشبعة واللي هي بتكون متصلبة بالجو العادي، وهي اللي لها أضرار ومساوئ كبيرة، والدهون غير المشبعة يلي هي دائما عادة مفيدة وهي بتكون سائلة عادة. فالشحوم والدهون المشبعة كلاهما يعني هن أصلا بالأصل هن موجودين بالجسم ومفيدين للجسم، والجسم بيستفيد منهم في أمور كثيرة مثل بناء الخلايا، في هرمونات معينة هي يعني لها نفس البنية التركيبية للدهون، بتفيدنا في كثير شغلات بالجسم، وهي مصدر يعني أساسي للطاقة، والجسم بيقوم بتخزينها بالكبد أو تحت الجلد أو في أعضاء متعددة لحتى يصرفها وقت الحاجة. هلا هي الشحوم المشبعة طبعا هي اللي سيئة ونحن لازم نخفف منها ونتجنبها غالبا، وهي غالبا من مصدر حيواني. أما الشحوم والدهون غير المشبعة اللي هي عادة من مصدر نباتي لها فائدة أكبر وبتفيد الجسم. هلأ بنرجع للكوليسترول. الكوليسترول مثل ما قلنا بينقسم لقسمين، يلي ذرته صغيرة، وهذا الكوليسترول هو عبارة عن أو الكوليسترول الضار هو عبارة عن ذرات صغيرة، هاي الذرات تندخل في بطانة الشرايين وبتأدي لتصلب الشرايين وتكلسها وبتصير شرايين عصيدية، ومع الزمن ممكن تضيق الشرايين هاي بسبب اندخال الكوليسترول ضمنها، وممكن تساوي لي الآلام الخنقية اللي بتصير عن مرض الداء الإكليلي، وممكن تساوي لي أمراض القلب الإكليلية وأهمها الاحتشاءات مثل ما نحن بنعرف. أما الـ HDL الكوليسترول اللي عادة نحن بنسعى لأنه يكون هو المفيد والعالي، ونحاول نحن نرفع من قيمته سواء بتغيير نمط الحياة أو بالأدوية. ما شاء الله دكتور، يعني أسئلة كثير كنا حابين نطرحها جاوبت عليها. خلينا نفصل بس بإجابتك على موضوع الكوليسترول، ونحن دائما بنسمع تحاذير طبية أنه عدم ارتفاعه بالدم، ذكرت حضرتك أضراره، ولكن اليوم شو هي الأسباب اللي بتؤدي لهذا الارتفاع بشكل موسع؟ أول شيء خلينا نحكي عن المقادير الطبيعية. هلأ بالنسبة للشحوم الثلاثية لازم يكون الطبيعي أقل من 150 ميلي جرام بالمئة مللتر. هلأ كل ارتفاع بين 150 و500 هذا ارتفاع مهم وله قيمة، لكن رح يكون الارتفاع شديد لما تتجاوز الأرقام 500 ميلي جرام بالمئة مللتر. هلأ بالنسبة للكوليسترول، هلأ القيمة الطبيعية عادة
إذا عند الناس العاديين لازم تكون أقل من 100 بالنسبة للـ LDL كوليسترول. إذا كان الكوليسترول الكلي أو التوتال كوليسترول لازم يكون أقل من 200 ميلي جرام بالـ 100 ميلي لتر. هلأ بالنسبة للـ LDL كوليسترول أو الكوليسترول يلي ذرته صغيرة، هذا الأرقام الطبيعية لازم تكون أقل من 160 ميلي جرام بالـ 100 ميلي لتر. هلأ لما يكون عنا مثلاً أمراض أو عوامل خطورة أخرى مثلاً رجل مدخن أو هيك، دولي بيكون المقدار الطبيعي أقل، لازم يكون أقل من 130. هلأ إذا كان المريض عنده مرض بشرايين القلب، يعني عنده احتشاء، عنده تضيق بواحد من الشرايين عامل شبكات، الLDL كوليسترول قولاً واحداً لازم يكون أقل من 100 ميلي جرام، وبيجوز يكون أقل من 75 ميلي جرام. هلأ الHDL كوليسترول لازم يكون أكيد عند الذكور الكهول أكثر من 40، وعند الإناث أكثر من 50 ميلي جرام بالمئة ميلي لتر، ونحن شو ما قدرنا نرفع وهذا الرقم يكون أحسن. هلأ هي الأرقام الطبيعية. هلأ الأرقام العالية عادةً بده يكون الأسباب لها عدة أمور، ممكن يكون على سبيل المثال الوراثة، في ناس معينين في عندهم تأهب لارتفاع الكوليسترول وارتفاع الشحوم، فالوراثة هي عامل من العوامل اللي تلعب دور. من أهم الأسباب هو التناول الوارد، يعني الغذاء تأكيد، فإذا الوارد الغذائي غني بالدهون والدسم وخاصة الدهون الحيوانية، يعني هي كلياتها بترفع عنا الدهون. إضافة إلى أسباب أخرى، مثلا الشيء اللي ما بيخلينا نحن نصرف هاي الدهون، مثل قلة الحركة، مثل عوامل الخطورة الثانية، هذول كلهم أكيد بيأهبوا لارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية. دكتور، دائما إذا كان نمط الغذاء الصحي جيد ممكن الشخص ما يتعرض لارتفاع الكوليسترول، لأنه في أشخاص اليوم بيقولوا نحن متبعين نظام غذائي صحي ما بناكل هاي الشغلات الدهون اللي بترفع الكوليسترول، عم تصير عندهم هاي الحالة، هون شو بيكون السبب؟ إن الوراثة هي أهم سبب، الوراثة بتلعب دور بالموضوع. في ناس عندهم تيب معين من ارتفاع الشحوم الثلاثي والكوليسترول، هذا ما له علاقة لا بالوارد الغذائي ولا له علاقة، يعني حتى لو عمل نمط غذائي صحي خلص في موضوع وراثة. طب دكتور اليوم خلينا نروح للأشخاص اللي عندهم هاي الحالة، واليوم التدابير العلاجية، وأكيد اليوم بدك تنوه على الموضوع الوقائي بالنسبة لارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع الشحوم الثلاثية، خلينا نروح للعلاج. نحن لازم دائما نحافظ على أرقام اللي حكيناها من شوي، وخاصة لمرضى الداء الإكليلي أو اللي عندهم عرج متقطع أو اللي عندهم جلطات بالدماغ، هدول مرضى أكيد نحن لازم نحافظ على أرقام، بالذات الـ LDL كوليسترول، أرقام دون الـ 100 ميلي جرام، لحتى نحن دائما نحميهم من الجلطات ومن تطور الداء العصيد الإكليلي عند هدول المرضى. فنحن لحتى نحافظ على هالأرقام هي لازم في عدة خطوات. أهم شيء نحن الحمية الغذائية والوارد الغذائي والنموذج الغذائي الصحي المعين يلي هو بيعتمد أكثر شيء على عدم تناول الدهون المشبعة، على عدم الأكثر من الدهون والدسم المهدرجة. هي الدهون المهدرجة هي بالأصل يعني غير مشبعة، زيوت غير مشبعة، وبيهدرجوها لحتى تصير يعني قابلة يعني لحتى ما تخرب، يعني بتضل مدة أطول لتستقيم. تخزين. تمام، للتخزين مدة أطول. فهنا هاي بصراحة هي سيئة جدا للشرايين. فنحن تجنب هذه الأنواع من الدهون والدسم هو الأساس بهالموضوع. هلأ في شغلة تانية هو الرياضة والحركة والنشاط الفيزيائي، هذا كلياته بيحاول يستهلك هالدهون هي ويصرفها لحتى تضل أرقامها ضمن الحدود الطبيعية في الجسم. هلأ في حال عدم ضبط هالأرقام بالحمية وبتغيير نمط الحياة، ممكن وقتها نحن نلجأ للأدوية يلي بتنزل هالأرقام هاي. وأهم شيء بالأدوية، في عنا نوعين من الأدوية، الأدوية يلي بتنزل الـ LDL الكوليسترول مثل الاستاتينات، واللي بتمنع امتصاص الكوليسترول مثل الأزيتيمايب، وعادة ممكن يتشاركوا الدوائين مع بعض. أما بالنسبة للشحوم الثلاثية، ممكن المركبات الفيبرات يلي هي يعني دواء أساسي في خفض الشحوم والدهون الثلاثية. فالعلاج والدواء للناس اللي ما عم تنضبط الأرقام، إضافة لتغيير نمط الحياة، إضافة للوارد من الأغذية يعني وخاصة الوجبات السريعة، الوجبات اللي فيها دهون حيوانية بنسب عالية، الأكل اللي غير صحي، هدول هن الابتعاد عنهم عامل أساسي في خفض هدول الشحوم والدهون والأرقام.
هلا اضافه لهالشيء لحتى انا احمي المرضى من تاثيرات الشحوم والدهون والكوليسترول، لازم انا احاول اضبط العوامل الاخرى يلي ممكن تاهب للارتفاع وممكن تاهب لتصلب الشرايين، وعلى راسها على سبيل المثال الداء السكري. فنحن لازم نضبط سكر الدم لانه هو واحد من اهم الاسباب اللي بتساوي تصلب الشرايين وبنفس الوقت بيرفع معدل الكوليسترول. اضافه لتجنب التدخين، التدخين هو عامل خطر مهم جدا في هدول الامراض. اضافه لهالشيء هو ضبط ضغط الدم، ان المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني يجب ضبط ضغط الدم عندهم بشكل دائم لحتى نقلل من خطوره هالدهون والكوليسترول على الاوعيه والشرايين. طيب دكتور، هذا الارتفاع الكوليسترول او الشحوم الثلاثيه، اليوم المريض في حال كان ببداياته يعني بمراحله الاولى، في اعراض او اعراض شائعه بتكون هي ظاهره لحتى ينتبه انه هو فعلا عنده ارتفاع الكوليسترول؟ هو عادة لما يكون عند الأعمار الباكرة أو الصغار هدول بده يكون في نمط وراثي معين عندهم هو يلي بأهبلنا لارتفاع الكوليسترول والشحوم، وهدول المرضى على الأقل لازم يتراقبوا بشكل دائم لحتى نحميهم من التصلب العصيدي، ولو على الأقل نساوي لهم معايرة الكوليسترول والشحوم كل 5 سنوات مرة. أما الكبار بالعمر اللي عندهم داء إكليلي هدول لازم يتراقبوا بشكل دائم ولو مرة كل سنة نحن نعاير لهم الشحوم والكوليسترول. عموما هذا المرض اعراضه خلسيه، ما له اعراض نهائيه، ارتفاع الشحوم الكوليسترول ما بيشكي المرضى من اي اعراض، لكن الاعراض بتصير دائما بسبب الاختلاطات يلي بتصير نتيجه تاثير المرض يلي اهمها هي الداء الاكليلي. فالمرضى اللي عندهم LDL كوليسترول عالي وبيصير عندهم تصلب شرايين بتبلش تتضيق الشرايين شوي شوي، ومع الزمن بيصير عندهم آلام خناقية أثناء المشي أو أثناء الجهد أو أثناء ممارسة الرياضة العنيفة، بتلاقي ببلش يشكو من آلام صدرية خناقية، أو إذا كان ساوت لهم هاي الكوليسترول أو هاي الشحوم ساوت لهم تضيقات بشرايين الرجلين، فبتلاقي رح يصير عندهم عرج متقطع، أو ممكن ساوي لهم احتشاءات دماغية إذا صار عندنا في تصلب بشرايين السباتية اللي رايحة على الدماغ. فعادة كل مرضى ارتفاع الشحوم والكوليسترول لا يشكون من أي أعراض، لكن الأعراض تكون بسبب التأثيرات الجانبية لهم وبسبب تطور المرض إلى إصابة أجهزة معينة، والأعراض تكون حسب الجهاز المصاب. يعني دكتور، اليوم إصابة أي جهاز بالجسم ممكن عند الكشف هو اللي يكشف وجود مشكلة بالكوليسترول أو الدهون الثلاثية؟ كونه عم تقول حضرتك ما في اعراض اليوم لهذا. نحن كل المرضى عاده اللي بيجونا بداء اكليلي او الام خناقيه او بيصير عندهم جلطات او بيصير عندهم فوالج، هذول كلهم لازم نحن نساوي لهم تحاليل بشكل عام، واهم تحليلين بنساويهم هن الشحوم الثلاثيه والكوليسترول، لان هن واحد من الاسباب المؤهبين لهالامراض. فكل المرضى يلي بيراجعوا العيادات وعندهم آلام خناقية أو داء إكليلي أو عندهم احتشاءات دماغية أو عندهم عرج متقطع ما عم يقدروا يمشوا بسبب تضيقات الشرايين بالرجلين، أهم تحاليل بنساويها نحن سكر الدم والشحوم الثلاثية والكوليسترول. أما الناس العاديين ما في داعي نحن نراقبهم ونساوي لهم مراقبات للشحوم، إذا ساويناهم فممكن كل 5 سنين مرة. هن عادة هدول ناس عايشين بحالة طبيعية وما بيشكوا. دكتور، هلا الأعمار الصغيرة كل 5 سنوات ما في أي مشكلة، أما الأعمار الكبيرة إذا كان في عوامل خطورة، يعني على سبيل المثال إذا مريض عم يدخن وعنده ارتفاع ضغط وعنده سكري، لو ما عنده جلطة هدول لازم يتراقبوا بشكل دائم، نساوي لهم تحاليل للشحوم والكوليسترول حتى نضبطهم. وهدول بشكل عام الاستاتين بتفيدهم اللي هي بتخفض ال LDL كوليسترول. ونحن كل المرضى يلي عندهم داء اكليلي وعندهم خناق صدر وعندهم جلطات بقلبهم، حتى لو كانت ارقام الكوليسترول طبيعيه، لازم نعطيهم نحن استاتينات، لانه الاستاتينات لها فوائد كبيره سواء في تصلب الشرايين يعني بتنقص لي سماكه العصايد الشرايانيه يلي موجوده في بطانه الشرايين، وبتساعد على فتح الشرايين، وهي لها فوائد اخرى كمضاده للالتهاب وبتساعد في تميع الدم، فلها كثير فوائد غير انه هي بتنزل لي ال LDL كوليسترول. ولذلك كل الناس يلي عندهم احتشاءات دماغية أو جلطات براسهم، كل الناس يلي عندهم عرج متقطع، كل الناس يلي عندهم داء إكليلي أو أمراض قلبية تصيب الشرايين المروية لعضلة القلب بلا استثناء، كلهم بدنا نعطيهم أدوية خافضة للـ LDL كوليسترول تحديدا، لما لها الأدوية من فوائد على القلب وعلى خفض أرقام الكوليسترول.
طب دكتور البدانة السمنة الزائدة هل لها علاقة في بارتفاع الكوليسترول، حتى يمكن ببعض الأمراض القلبية بيكون الشخص اللي عنده بدانة زائدة أنه ممكن يكون معرض للأمراض القلبية أكثر؟ البدانة هي واحد من أهم الأسباب اللي ممكن تأهب لي للداء السكري وترفع لي الكوليسترول والشحوم الثلاثية، ولذلك أهم توصية يمكن أنا ما حكيتها هلأ بالتوصيات أنه الواحد يحافظ على وزن مثالي. الناس اللي عندهم بدانة زايدة، عندهم شحوم كتير، عندهم دهون كتير، هدول مؤهبين لأنه تكون أرقام الشحوم الثلاثية بالدم عندهم عالية، وهن مؤهبين أصلاً للداء الإكليلي ولا حتى للسكري، وهدول مهم جداً أنه نحن نحاول يعني ننصحهم بأنه يشتغلوا على حالهم كتير، سواء بتغيير نمط الحياة والرياضة والحمية، والحمية يجب أن تكون صارمة، الابتعاد عن كل الدهون والدسم والأدوية، الدهون والدسم والوجبات الجاهزة والمقالي وهدول الأكلات اللي هن بيأهبوا لزيادة الوزن، مو طيبين هدول الأكلات، طيبين كل الحلويات والنشويات والدهون مو طيبة، فنحن عادة هدول لازم ننصحهم بأنه الأكثر من الخضار، الفواكه، السلطات، الحبوب بأنواعها والحبوب الكاملة، هدول يعتمدوا في أكلهم على هدول، فهذا هو التوصية العامة بالنسبة لهدول الناس اللي عندهم زيادة في البدانة وزيادة الوزن. طيب دكتور، بعض الأشخاص بيروحوا لإجراء التحاليل بتفاجئوا أنه ضمن التحليل في عندنا دهون جيدة ودهون ضارة بالجسم، أنه معدل الدهون الجيدة نازل عندهم، وبيروحوا لأخذ جرعات حب ما بعرف شو اسمه، بس هو له عيارات يعني. طيب اليوم هذا شو سبب يعني، هو كيف انخفض بالجسم، واليوم في حال ما تم علاجه ورفع مستوى هاي الدهون الجيدة شو ممكن يسبب لي الشخص؟ نحن في المعالجة الأساسية بهدول المرضى هو نحن ننزل الـ LDL كوليسترول، وتنزيل أو خفض أرقام الـ LDL كوليسترول أو الكوليسترول الخبيث والضار هو الأساس بأعطاء الاستاتينات، وفي أنواع معينة من الاستاتينات ترفع لنا هالكوليسترول يلي ذرته كبيرة، وهذا يلي نحن بنسعى له. جيد. فهذا ما في أدوية بترفع لك الـ HDL كوليسترول أبدا، حتى النياسين وهدول الأدوية اللي بيحكي عليهم 20 عيار يعني 20 هدول كلهم هن اللي خفض الـ HDL كوليسترول، هن كلهم اللي خفض وكلهم استاتينات، وهدول الـ 20 على 10 والـ 30 على 10 والـ 10 على 10 هي عبارة عن مشاركة بين الاستاتينات يلي هي بتنزل لي الكوليسترول الخبيث، وبين الأزيتيمايب اللي كمان هو بيساعد على خفض الـ LDL كوليسترول. هلأ الأزيتيمايب لما نحن نشاركه مع الاستاتينات عم نسعى لشغلتين، الشغلة الأولانية الاستاتينات بشكل عام تساوي آلام عضلية وممكن تأثر على الكبد، ومراقبتها عادة يعني ممكن تكون غير متحملة، ومراقبتها عادة بإجراء خمائر الكبد، وإذا ارتفعت خمائر الكبد لأرقام أكثر من ضعفين أو ثلاث أضعاف الطبيعي هالشي يتطلب منا انه نحن نوقف الاستاتين، لكن هالاستاتين له فوائد كبيره، فنحن لحتى نسعى لتاثير عالي لهالاستاتين عم نضطر نشاركه مع الازيتيمايد. يعني كل 10 ملي جرام استاتين مع 10 ملي جرام ازيتيمايد بتعطيني قد مفعول 80 ملي جرام استاتين، شوفي قديش عم يرفع تأثيره وفعله، لكن هن يا ترى رح يرفعوا لي الـ HDL كوليسترول؟ هن في استاتينات معينة ممكن تساعد برفع الـ HDL كوليسترول اللي أنا بدي أرفعه، لكن هدول الأرقام اللي عم تحكي عنهم هن كلهم لخفض الـ LDL كوليسترول، الكوليسترول الخبيث. طيب دكتور بس خليني أسألك، هل اليوم الأشخاص اللي عندهم هي الحالة هن عرضة أكثر للجلطات؟ اكيد كل الناس اللي عندهم ارتفاع بالـ LDL كوليسترول هن عرضه للجلطات وانخفاض الدماغيه وحتى خفض الـ HDL كوليسترول هو عامل خطر، نحن ما بنحب انه ينزل الـ HDL كوليسترول، لازم دائما يكون عالي، يكون فوق الـ 40 فوق الـ 50 على الاقل عند الذكور او الاناث، فلازم تكون ارقامه عاليه لحتى يعني يحمينا من الجلطات ومن الداء الاكليلي ومن الاحتشاءات الدماغيه او القلبيه. طب دكتور، نحن اليوم بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أكثر من أي فصل آخر يعني السنوات السابقة، وهل تأثير درجات الحرارة ارتفاعها كثير والجفاف قديش له تأثيرات على الأمراض القلبية؟ خلينا نحكي شوي عن هاي النقطة.
ارتفاع درجات الحرارة وتبدلات الطقس سواء بالبرودة أو ارتفاع الحرارة الشديد قولا واحدا لها تأثير، ولها تأثير على 4 أنواع من المرضى. هدول 4 أنواع هن أهم شيء فيهم، هن المرضى يلي عندهم داء سكري، المرضى يلي عندهم مشاكل بالكلية وقصور كلوي، المرضى يلي عندهم داء إكليلي، أو المرضى يلي عندهم احتشاءات دماغية. فتشوفي هدول المرضى هم بيتأثروا تأثير فظيع بارتفاع درجات الحرارة. ليش؟ لأنه لما يصير في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة وبيصير عنا تعرق شديد، هالتعرق الشديد رح يؤدي لخسارة كبيرة من السوائل. هلأ الخسارة الكبيرة من السوائل رح تساوي لي تجفاف. هالتجفاف هاد أول شيء الجسم رح يحاول يدافع عن ارتفاع حرارته بأنه يسرع القلب ويساوي التروية أكثر. هالتسرع بالقلب رح يؤدي لي لأزمات قلبية، هاي أولا. ثانيا إذا أنا في عندي تضيقات بالشرايين هالتجفاف الشديد هاد ممكن يساوي لي أزمات قلبية أو خناق صدر أو حتى احتشاءات عضلة قلبية. ثالثا بالنسبة للمرضى يلي عندهم على سبيل المثال قصور كلوي أو ضعف بكلويهم أو عندهم اعتلال كلية سكري، هالتجفاف الشديد وهالتعرق الشديد وبدون ما نحن نعوض الوارد من السوائل أو نشرب كميات كبيرة من السوائل ممكن يفاقم للقصور الكلوي، وممكن ترتفع أرقام البول والكرياتينين وتساوي لنا قصور كلوي حاد. ولذلك هدول المرضى لازم دائما نحن ننصحهم بتناول كميات كبيرة من السوائل. هلأ برجع بس لعند المرضى القلبيين، أنا بدي يكون عم أعطي للمريض سوائل بشكل معتدل ومتوازن. فالمرضى اللي عندهم قصور قلب شديد وبيجي أنا بعبيهم من السوائل سوائل سوائل، هدول ممكن يساووا لي عبء على العضلة القلبية، وهالعبء هذا ممكن يفوت ليهم بوزن رئة. فأنا بدي أعطي سوائل بكميات معتدلة بالنسبة لمرضى قصور القلب بحيث ما يصير عندهم تجفاف ويصير عندهم أزمات قلبية، وبنفس الوقت أنا ما بدي كترهم السوائل لدرجة إنه يفوتهم بوزن رئة وبيصير عندهم احتباس سوائل سواء بالقدمين أو بالجسم. هلا بيضل عندي مرضى السكري، لا شك انه ارتفاع الحرارة الشديد رح يساوي لي ارتفاع بارقام سكر الدم، واحيانا ممكن يساوي لي انخفاض بارقام سكر الدم. وهدول المرضى اصلا هن اذا كان السكر عندهم مو مضبوط وعالي رح يساوي لهم تبوال وسهاف شديد، وبالتالي ممكن يتعرضوا ويكونوا عرضة للتجفاف اكثر من غيرهم. فاذا صار في تبويل كثير بسبب ارتفاع السكر وصار عندي تعرق شديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فهدول ممكن تتأذى كلاويهم وممكن يفوتوا يعني باضطرابات سكر فظيعة، ممكن يصير عندهم حماض خلوني سكري. فهدول المرضى بارتفاع الحرارة الشديد نحن لازم ننصحهم بأنه يحموا حالهم ويديروا بالهم على حالهم، بمعنى آخر أنه هن مثلاً ما يطلعوا في ذروة ارتفاع درجة الحرارة، يتجنبوا الطلع إذا ما كانوا مضطرين كتير، يحاولوا يغطوا روسهم لما يطلعوا لبرا ممكن يعني غطاء هيك، يحاولوا يلبسوا الأواعي اللي فاتحة بحيث تعكس أشعة الشمس، ما يلبسوا أسود اللي ممكن تساوي امتصاص وتؤدي لهم لارتفاع درجة الحرارة أكثر. وأهم عامل وأهم شغلة أنه هن يعني يتناولوا كميات كبيرة ووارد كافي من السوائل لحتى نحميهم من التجفاف. أكيد دكتور، نتشكر حضورك لليوم وبالصحة والسلامة لجميع الناس. شكرا دكتور، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمتها، وأكيد بنتمنى الصحة والسلامة للجميع.